بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. كثرة الأسئلة في التعليقات، كيف أحسب المعدل الفصل الأول؟ كيف أحسب معدل الفصل الأول؟ طبعا تلاميذ الأولى ابتدائي، نظرا لداروا أشياء جديدة هذا الموسم، التقويم وحساب التقويم والميادين اللي داروها في الرياضيات، والميادين ولا المجالات ولا تقسيمة على اللغة العربية، راح نوريكم، راح نشرح لكم بالتفصيل المدقق كيفاش أحسب معدل الفصل لتلاميذ الأولى ابتدائي. خليكم معنا. إذن كما قلنا، كيف أحسب المعدل الفصل لتلاميذ الأولى ابتدائي؟ طيب، تلميذ الأولى ابتدائي عنده 8 مواد كما راكم تشوف، عنده الرياضيات، اللغة العربية، تربية إسلامية، تربية العلمية، تربية المدنية، تربية تشكيلية، تربية الموسيقية، وتربية البدنية اللي هي سبور الرياضة. إذن 8 مواد، معناه نقسمه على 8 في الآخر. طيب، هذا المواد كاين اللي فيها التقويم وكاين اللي ما فيهاش. الرياضيات فيها التقويم والاختبار، اللغة العربية تقويم والاختبار، والمواد الأخرى فيها الاختبار فقط. طيب، كيفاش نحسب المعدل تاع التقويم؟ كيفاش نحسب المعدل تاع الاختبار؟ كيفاش نخرج المعدل وحده؟ طيب، نخلو هذه الورقة جانبا. طيب، الشيء الجديد لهذا الموسم بالنسبة للرياضيات في التقويمة، في التقويم لابد يكون عندك الأعداد والحساب وحدها على 10، مقادير والقياس على 10 وحدها، تنظيم المعطيات على 10 وحدها، والفضاء والهندسة على 10 وحدها، هذو ربعة وحدهم في التقويم. في التقويم كذلك في اللغة العربية، تعبير وتواصل شفاهي وحدها، قراءة والمحفوظة وحدها، الكتابة والإملاء وحدها، هذو في التقويم. إذن في اللغة العربية نبدأ باللغة العربية. اللغة العربية في التقويم عندنا 3 مواد، تعبير وتواصل شفاهي، هنايا فيها فهم المنطوق، فيها يعبر على الصورة، كل ما يتعلق بالتواصل والتعبير الشفوي هنا. هنا لابد الأستاذ يعطي في التقويم، هرنا في التقويم النقطة على 10، على سبيل المثال التلميذ دا 6/10، 6/10 تقويمه. قراءة والمحفوظات، ممكن نديروا محفوظة وحدها وقراءة وحدها، هذه على 5، هذه على 5، ولا نديروا في 2/10 ونقسموا على 2. هنا ننظروا من نقطة واحدة، محفوظات وقراءة، مثلا دا 5/10. كتابة والإملاء، نكتبوا جملة في الصبورة ويقرأها التلميذ، ومن بعد نكتبوا كلمات نمحوها ويعيد كتابتها. كتابة وإملاء على سبيل المثال 6/10، هذه هي النقط تاع التقويم، 6/10، 5/10. إذن من بعد شن ديروا؟ هذه 6+5+6، الكل نقسمهم على 3. إذن 6+6=12، والخمسة 17، إذن 17 نقسموها على 3 يخرج لنا المعدل تاع التقويم. إذن راح تخرج لنا 5.5. طيب، احنا نديروا 18 بما تخرج لناش الفاصلة ونعيوا في الحساب، نديروا 18 مثلا هنا نقولوا دا 7 في الإملاء، نقولوا دا 7/10، 6/10، 5/10، و 7/10. 6+5+7 تعطينا 18 تقسيم 3 تعطينا 6. إذن المعدل تاع التقويم هو 6. طيب، هذا 6 نزيد لها الاختبار، هذا 6 تاع التقويم نزيد لها الاختبار ونقسمه على 2. على سبيل المثال نقولوا في الاختبار دا، في الاختبار دا 10/10 التلميذ هذا، إذن 6+10 تولي 16 على 2 تعطينا 8. 6 تاع التقويم اللي صبناها نزيدوا لها الاختبار تقسيم على 2. في الاختبار نقولوا دا 10/10، إذن 6+10 16، 16/2 تعطينا 8. إذن المعدل تاع اللغة العربية تاع الفصل هو 8.
8 اللغة العربية 8. نروحوا للرياضيات. الرياضيات في التقويم داروا لنا 4 ميادين ولا 4 مجالات. مثلا في الأعداد والحساب نقولوا دا 5 على 10، المقادير والقياس 6 على 10، تنظيم المعطيات 5 على 10، والفضاء والهندسة نديروها 7 على 10. هذو تاع التقويم. إذن 5 زائد 6 زائد 5 زائد 7 الكل نقسمه على 4 هنايا، لأنه يعني عدنا 4. شاد عطينا 5 والـ5 10، 17 23، 23 على 4. إذن 23 على 4 تخرج بالفاصلة. نزيدوا نقطة هنا، مثلا نقولوا دا 8 مشي 7، ما تخرج لناش الفاصلة. دا 8 على 10، إذا راح تخرج لنا هنا 8 تخرج لنا 24 على 4. 24 نقسمه على 4 تعطينا 6. إذا هذا هو المعدل تاع التقويم في الرياضيات. هذه 6 نزيدوا لها الاختبار، نزيدوا لها الاختبار ونقسمه على 2. الاختبار على سبيل المثال في الرياضيات نقولوا دا 8، إذا 8 زائد 6 تعطينا 14، 14 تقسيم 2 تعطينا 7. إذا تقويم كي قسمنا على 4 صبنا 6، 6 زدنا لها الاختبار، اختبار مثلا دا 8 على 10، إذا 6 زائد 8 تقسيم 2، 14 على 2 تعطينا 7. إذا المعدل الفصلي تاع الرياضيات هو 7. تربية إسلامية ما فيهاش تقويم، فيها غير الاختبار. نقولوا في الاختبار دا 5، تربية علمية نقولوا دا 6، تربية مدنية نديروا دا 8، تربية تشكيلية نقولوا لون مليح دا 9، تربية موسيقية حفظ المقطع الأول تاع النشاط الوطني نقولوا دا 10 على 10، والسبور نقولوا طالهم الشيخ يطالهم 10 على 10 على سبيل المثال. إذن هذو هما المعدلات، 10 في السبور 10 في الموسيقية، هذو نجمعهم، نجمعهم كامل ونقسم على 8. إذن 10 20 29 37 43 44 48 56 64 64. إذن 64 تقسيم 8 راح يخرج لي المعدل الفصلي اللي هو 8 بيل، لأنه 8 في 8 64. إذن هذا التلميذ على سبيل المثال، هذا التلميذ راح يخرج له المعدل الفصلي 8 تماما. إذن بهذه الطريقة راح نحسب المعدل الفصلي كما قلنا، معدل الفصلي لتلاميذ السنة أولى ابتدائي. اللي عنده سؤال استفسار ولا ما فهمش حاجة خليها لي في التعليقات. بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.